عليكم. كيف الحال يا أحبابي؟ معكم ديما من قناة رغد ديما تي في. قبل ما نبدأ الدرس لا تنسوا الاشتراك في القناة ولايك. الدرس التاسع: الخروف والذئب. الاستماع. نستمع إلى النص الراعي. الخروف والذئب. بينما كان الراعي يرعى غنمه في البرية، ابتعد خروف عن القطيع فهجم عليه ذئب ليأكله، فقال له الخروف: إن الراعي أرسلني إليك لتأكلني، ولكنه أمرني أن أغني لك قبل أن تأكلني. فقال الذئب: هل صوتك حسن؟ قال: نعم، إن صوتي جميل جدا. فقال له الذئب: غني وارفع صوتك. رفع الخروف صوته فسمعه الراعي وأقبل وفي يده عصا طويلة. رآه الذئب مقبلا ففر هاربا ونجا الخروف من الذئب.